بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. السلام على الإمام القائد السيد موسى الصدر وعلى العلماء والشهداء، لا سيما من نجتمع في هذه الدورة تحت اسمه. نبدأ بقراءة المباركة الفاتحة مهداة إلى أرواح الشهداء. بسم الله. كانت السياسة في بلادنا تجارة في أسواق الرياء، وكان الساسة يشترون منا أيامنا ومستقبل أجيالنا، ويبيعون آمالنا وأحلامنا بأفانين التدليس والدهاء، إلى أن جاء سليل الطهر موسى: أكرم بما جيء ومن جاء، فأخذ بأيدينا وعلمنا الوقت والضوء والماء، وحملنا في فلكه فأنجانا من طوفان الحرمان، وضرب بعصاه بحر يأسنا فانشق الموج عن أمل، واستفاق الوعي فينا واستحال الزيت نارا بأيدينا، ولبسنا عباءة المجد وامتطينا صهوة المقاومة، فكان منا راغب حرب وبلال وهشام ومحمد سعد وأخوة لهم قادة عظماء رحماء بينهم أشداء على الأعداء، وقبل أن يغادرنا على عجل علق في سمائنا نجمته أمل، وأذن لصلاة الجهاد: حي على خير العمل، للمجد هيا يا أمل، فأقام الصلاة نبيه الحرب والسياسة، وكبرنا خلفه تكبيرة الوفاء، وتعاهدنا على الحب والولاء، أن لن ينال منا كيد طامع ولا وهم طامح ولا خياط الفتن، وكتبنا بشغاف القلب وجدت كي تبقى نجمة هدي في وحشة صحراء التيه، أمل والقائد موسى، موسى شمس والبدر نبيه، ولأنها حركة اللبناني نحو الأفضل تهوي إليها أفئدة الشرفاء من أقصى الوطن إلى أقصاه دون قيد طائفي أو مناطقي. وها نحن اليوم نتشرف باستضافة الإعلامي البارز الأستاذ سالم زهران في داره وبين أهله ومحبيه، وقد عودنا العزف على أوتار الحقيقة بأسلوبه الشيق ومعلوماته الغزيرة، يحدثنا عن السياسة وأستاذها في بلد شبهه ضيفنا بعصفورية فيها عاقل واحد هو دولة الأخ الرئيس الأستاذ نبيه بري. نستقبل الأستاذ سالم زهران ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم. هذا حطوا عياس جبران مش عياس. السلام عليكم. برد وحساسية وشتاء وقريب وعجقة شغل، بس وقت اللي بتكون الدعوة بصور
ومن حركة أمل ما في إلا أجي ركض كمان. فحقيقة يعني حتى الإخوان ببيروت بالطيوني مطرح ما أنا ساكن سألوا إنه ليش مش عم بتلبي الدعوة ورايح عصور. بيجي عصور لأسباب بطول شرحها، لكن أول سبب رح أحكي لكم إياه هلأ قبل ما نفوت بالنقاش. كنت شبل بأشبال كشاف المقاصد الخيرية الإسلامية، كنت أول مرة بطرابلس بيقولوا بقطع التونيل، أنا أول مرة بقطع جسر خلدة، أول مرة بطلع برات خلدة. كانت عصور على الكورنيش بعرض كشفي لاتحاد كشاف لبنان. بذكر يوم بقلب العرض انه كانت كل الاشياء مثل بعض، شط وبحر وناس ورطوبة، الا شغلة وحدة كانت مميزة، صورة معلقة على صدر شبل كشافي بعمري. تأملت بهالصورة كتير، وكنت أول مرة بشوف صورة السيد موسى الصدر، ومش رح كذب عليكم كان معجبني بالموضوع عيناه، ما كنت عم بقدر حدد إذا هني خضر ولا زرق ولا عسلي ولا بني، وبحلقت لدرجة إنه حس علي وفكه وعلق لي إياها على قميصي. ورجعنا كل الطريق بهالبوستة، أنا الطفل اللي عمري 9 سنين بعمر ابني علي هلأ عم طلع بهالصورة. وبذكر ما صدقت تاني يوم التنين وعيد، ورحت عند أستاذ اللغة العربية وسألته إنه مين هو السيد موسى الصدر. ومن يومها من هداك الوقت أنا كنت أقرأ على القليلة بالجمعة كتاب، شالي بتذكر كتيب صغير قال لي أقرأ هيدا السيد موسى الصدر. رحت ما خلص الليل إلا كنت مخلص، ورجعت سألني شو طلع معك، قلت له يبدو أنه قد مسني السحر، يبدو أنه قد مسني السحر. وبحضور مولانا مش عم نحكي عن السحر الشعوذي، عم نحكي عن السحر سحر العقل والفكر. وقت اللي بتبلش انت تقرأ نص وبتقول هذا اللي كاتبه هذا سني هذا شيعي هذا جعفري هذا شافعي هذا مين، فتكتشف أن هذا الذي كتب النص ليس إماما على مستوى الكيان، بل ليس إماما حتى على مستوى المذهب والدين، بل هو إمام على مستوى الإنسانية، فيستطيع أي إنسان حر في هذا العالم أن يقرأ فيعجب فيؤسر. وهنا الأسر بمعنى الإعجاب بمعنى منتهى الحب، وليس الأسر كما حصل مع الإمام من قبل الأنظمة العربية المتخلف القذرة. نعم إن لي في صور ذكرى، وإن لي في صور أول درس في السياسة وفي الفكر، فأول درس تعلمته عن أول شخص كان الإمام السيد موسى الصدر. السلام على الإمام السيد موسى الصدر الحاضر القادر على اختراق مطلق إنسان أي إنسان إذا ما قرأ هذا النص لهذه القامة. السلام على طهر عمامته ولون عينيه حيثما كان وأينما كان. ونحن وأخونا الأستاذ إسماعيل كنا عم نحكي قبل الندوة، وقال لي شو اللي بينحكى برات الندوة ما بينحكى بالندوة، مسائبي أنا الحمد لله اللي بحكيون على التلفزيون بحكيون تحت الدرج بحكيون على الطريق.
أكثر شيء كان مزعج صار معي مؤخرا، كنت برحلة بأثينا باليونان ومعي شاب صديقي، رن الهاتف على وقت الأذان وقال الله أكبر كل يلي بالمطار أبعوا بالركيد. شعرت يومها إنه في شيء مهين. الله أكبر، هالكلمة اللي نحنا مرتبطة بوجداننا وبعاطفتنا وبإيماننا وبعقدتنا، هذه الكلمة هي ذاتها صارت كفيلة تخلي الناس تأبع بالركيد وتخاف، لأنه بتعتقد هذا اللي رن تليفون وبعد شوي بده يفجر. رحنا على النمسا، التقينا بمظاهرة، الحمد لله الدواعش ورانا ورانا، مظاهرة للإخوان المسلمين وللوهابية. الشكل قبل المضمون مسيء للإسلام، وبتصير تفهم ليش هول الناس بيركضوا وقت اللي بيسمعوا الله أكبر، لأن هذه النوعية من منتحلي صفة المشايخ هن اللي عم بيطفشوا الناس. بهاللحظة بالذات يعني تشعر، بل بتكون على يقين انك بحاجة لخطاب السيد موسى الصدر ولطلة السيد موسى الصدر. وانا قلت بحلقة من بعدها على قناة الالبسي انه بهاللحظة بالذات بتصير تقول يا جماعة وين صورة الامام السيد موسى الصدر تحت الصليب بالكنيسة نروح نوزعها؟ وين هذا الخطاب الذي يدعو الى رقي الانسان والى وحدة الانسان والى قيمة الانسان حتى نروح نقول للناس هذا الاسلام؟ وبتصير تفهم أكثر ليش مطلوب إخفاء السيد موسى الصدر أو اغتيال الشيخ نزار الحلبي ببيروت، والإظهار نماذج مثل الظواهري ومثل الجولاني ومثل البغدادي ومثل تلك الظواهر. باختصار، إن لحظة تغييب الإمام السيد موسى الصدر لم تكن لحظة عابرة في التاريخ، بل هي لحظة مؤسسة لما نراه الآن من صور مقيتة للأسف لبعض علماء الدين أو لمنتحلي صفة علماء الدين. وتعوا أنا وياكم نطلع بهالشاشات، يا بيطلعوا علماء الدين، ورح نرجع نعيد، منتحلي صفة علماء الدين، يا بيطلعوا ليحكوا عن فتاوى التكفير والقتل والذبح، يا بيطلعوا ليحكوا عن الأمراض والنكاح والاغتصاب والول ول 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 وفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. نحن بنعتقد أنه هذا العالم تديره الصدفة. لا، غلطانين. إن ما يجري في هذا العالم وتحديداً في هذا الشرق لا تديره الصدفة، بل تديره غرفة تعرف كيف تتسلل إلى عقولنا. وما حداً بيصدق إنه اللي بيصير معك بال2017 على المستوى السياسي هو تخطيط ل2016. أبداً أبداً. بيصير معك اليوم قد يكون قد بدأ التخطيط له منذ عقد أو عقدين أو حتى قرن من الزمن. ونعم، إن الذي اختطف وغيب الإمام السيد موسى الصدر كان يريد لهذه الصورة السمحة أن تغيب عن المشهد ليأتي موعد فيطل أمثال ما نراهم الآن من الجولاني والبغدادي، وهلأ بلشوا يفرخون نماذج بين هلالين شيعة لندن. هذا النموذج الذي يريدون. وبالعلم انت ما فيك تعبي نموذج الا لتعمل فراغ. هؤلاء فرغوا ليملأوا بعد حين. هؤلاء فرغوا ليملأوا بعد حين. لكن وهون قيمة المعلم المعلم، لأنه العلم نوعين، واحد بيعرف
وبيكتفي بما تعلم لنفسه. واحد بيعرف وبروح بنقل المعرفة للآخرين. قيمة الإمام السيد موسى الصدر ليس في علمه وحسب، بل فيما أنتجه من هذه الحركة العظيمة، وعلى رأس هذا الأستاذ العظيم الأستاذ أبي هريرة. أستاذ نبيه بري، وهيك بين هلالين، أنا طالع معي إنه بيتنفس السياسة، يعني مش إنه بيتنفس، ورح أخبركم عنه، وكمان حكيناها من كم يوم على التلفزيون، إنه بتروح لتشق عليه بالمستشفى، ببلش يخبرك بنكتة إنه لو عارف هالقد في بحص كان شارك الفتوش، لتوصل لقانون الانتخاب، أنت العبد الفقير لله الآتي لتبحث عن المعرفة. كتار بيعتبروا السياسة هواية، هواية إنه واحد بتسلى بالسياسة. وفي يخبركن عن عشرات النواب والوزراء يلي بيفيقوا الساعة 2 بعد الظهر وبيقضيروا هيك شي ساعتين السياسة، والباقي بيلعب وراء. كتار بيعتبروا السياسة تجارة، انه انت تشتري بمية وبتبيع بألف. كتار من السياسيين بيعتبروها وجاهة، انه هيدا بيروح بيفتحوا له الباب وبيقولوا بالبيروتي شوفيني يا منيرة، جماعة منيرة، والمنيرة عابرة. كتار بيشوفوا السياسي عمالي، يعني بيروح بيرتبط بالسفارة وبالإسرائيلي وبالمشاريع الغربية، وبيكبر حجمه ليكبر ارتباطه. إقلال بيكونوا ما بدهم يفوتوا على العملية لأنه في جلسة لمجلس النواب ومش معود يغيب. إقلال كتير بيكونوا عم بيحكوا بسلسلة الرتب والرواتب، وبكون عم بخبرك إذا أنت عم بتصيف بحبوش أبو حسن اللي عنده دكانة تاني مفرق خيه بيطلع مستشهد بتاريخ كذا مع الأخ كذا. قلال، ولأنه هالقد قلال، ولأنه هو القلال صار اسم واحد الرئيس نبيه بري، لهيك كل مرة وقت اللي منجدد هذا الحب ما منكون عم نجدد لا لمصلحة ولا لغاية، بل على العكس. ومثلي إن أحب وأعبر وعبر يؤذى، بس ما في أحلى من الأذى وقت اللي بيكون جاي أذى كرامة حدا أنت بتحبه ومقتنع فيه. نعم إنها عصفورية، ونعم في هذه العصفورية رجل حكيم واحد اسمه الرئيس نبيه بري. كتير سهل إنك تعمل خطاب شعبوي ومذهبي، كتير سهل إنك توقف على المنبر هلأ وتقول يا شيعة علي بدهم يرجعونا مسيحي أحزي وموظفي من الدرجة الخامسة هبوا. كتير سهل وبتهب الناس. كتير صعب إنك توقف تقول لا أنا شيعي الهوية سني الهوى، بلحظة مذهبية مقيتي، وأنا بعرف شو يعني تحكي هذا الخطاب لأنه أنا بحكي مثله لهذا الخطاب بس بالجهة الثانية وعقياسي. كتير صعب انك توقف بشباط 84 تقول هذا النداء عبر الإذاعة اللبنانية، يا أبناء الجيش اللبناني هول أهلكن ما تقتلوهن. كان كتير سهل بوقتها ينقال يا أبناء موسى الصدر هذا الجيش جيش عميل، روحوا ذبحوهن. لا، تاريخ تراكم، وما حدا يفكر انه المقاومة او الجهاد او الانتصار هو ابن اللحظة، ابدا. هو اشبه بالماراثون الجماعي، بالماراثون اللي بيركضوا جماعي، بيكون واحد راكد حامل الراي، بيجي واحد تاني بيعطيه الراي، تاني بيعطيها للتالت، التالت بيعطيها للرابع، الرابع بيعطيها للعاشر، بيوصل ال15، بس مين بيطلع على المسرح يحط ميدالية الذهب؟ كل اللي ركضوا هذا اسمه الماراثون الجماعي.
هذا اسمه الماراثون الجماعي والمقاومة فعل ماراثون جماعي. 6 شباط 84 كانت أول لحظة في الفعل المقاوم السياسي أنت عم تحمل فيها الرأي، وهذه الرأي من بعد عم بتسقط 17 أيار ومن بعد عم بتأسس لمشهد يلي المشهد. مشكلتنا أنه مثل السمك ذكرتنا قصيرة، سمك بس يمشي بينسى اللي وراه شو صار، بيقطع بينسى مطرح ما هو كان. ولذلك علينا دوما أن نحيي الذاكرة، نحيي الذاكرة. ايه مظبوط، بعض اللحظات في التاريخ تصنع التاريخ، في لحظة بتغير لك مجرى حياتك، بتغير لك كل الكون، بتغير لك مفهومك للعالم. لحظة، في تلك اللحظة في 6 شباط كان يراد للبنان أن يكون على شكل فلسطين محمود عباس، سلطة تابعة للإسرائيلي، عنده علم وطبل وزمور وجيش منظر، لكن في العمق إسرائيلي. أسقطت تلك اللحظة وبدأ مفهوم آخر اسمه الشراكة بالمواطنية والشراكة بالوطن. اليوم في حدا هيك بلش يهلوس، هيك سميناها عصفورية، ومفكر انه لا، في فض الشركة ويأسس من أول وجديد ويركب مجلس إدارة من أول وجديد ويقول فلان رئيس مجلس الإدارة وفلان مدير وفلان حاجب وفلان حارس، ومش صحيح إنه المقاومة العسكرية إذا ما حصنت بمقاومة سياسية بتبقى عم تنتصر أبدا، بالعكس إذا لم تحصن المقاومة العسكرية والجسدية بمقاومة روحية وسياسية تضيع تلك الدماء. بتموز 2006 وأنا سمعها من الإخوان بحزب الله ومن الأخ اللي راح نقل الرسالة، راح يقول سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله للرئيس نبيه بري، نحن وياك عم بنقاتل وانت عم بتفاوض عنا وعنك. واجا 1701 ومش مظبوط انه فيك تعمل حرب بلا خطوط حمر وما حدا تسمحوا له بلحظة وما حدا تسمحوا له بلحظة يجرب يقول انه في حرب بلا خطوط حمر. حتى بسوريا قديش الحرب قذرة اللي عم تشوفوها، بالاخر في خط احمر مرسوم. شو يعني خط احمر مرسوم؟ يعني بتجي انت بتقول انه سد الفرات داعش ما بتكسره، واذا كسرته انت بتكب عليه مثلا كيماوي. هذا الاتفاق ما بيكون اتفاق خطي، يعني مش بيجي مسؤول عن داعش ومسؤول عن المخابرات السورية وبيعملوا هذا الاتفاق، لا، هذا خط احمر يصنع في السياسة. حرب تموز كان لازم توقف. كيف بتوقف؟ وقفت بال1701 وبالخط الازرق، وإلا لكان الانتصار قد ذهب أدراج الريح. نعم إن كل فعل عسكري جهادي مقاوم يحتاج إلى مظلة سياسية قادرة، بالعربي هيك الدارج، إن تقرش هذا الربح بالسياسي. ونعم في 6 شباط 1984 كانت لحظة عسكرية
جهادية مقاومة عظيمة تقرشت وقت اللي انت رحت سقطت 17 أيار. ونعم بال2005 14 شباط مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت لحظة مفصلية تكاد توازي لحظة انتفاضة 6 شباط. وبلحظتها بتتذكر وبنتذكر، ولا بلشنا على التواريخ القريبة، كانت الناس بحالة انهيار. وقف الرئيس نبيه بري بحكمته ورسم الخط الفاصل، لأنه كان يراد في ذاك التاريخ أن تحصل الفتنة السنية الشيعية، وكان يراد في تلك اللحظة وعلى دم الرئيس رفيق الحريري أن تجري الانتخابات. وحصلت الانتخابات مذكرين، وما بعد الانتخابات يؤسس مجلس إدارة جديد يقول للناس هذه الدولة على شكل الدولة 17 أيار. إشت الحكمة فكفكت هذا المشروع. اكتشف المشغل انه هول السنيورا كلاب مش قادرين ينفذوا المشروع، اجا هو بال2006 ينفذ المشروع، اجا هو ينفذ المشروع. فاكتشف ان في هذا الجنوب يخرج من تحت الارض مقاوم، واكتشف انه هول الناس اللي كانوا مضحكين عليهم بمراكز الابحاث وقايلين لهم ان هذه الفئه، وراح اخبركم اياها هيك مثل ما هي، كان هناك تقارير عند الاسرائيلي بال2006 تقول ان اهل الجنوب هؤلاء الذين كانوا حفاة عراة الذين طردوا الاسرائيلي في الثمانينات اليوم دخلوا في مرحله الاسترخاء، وهول الجماعه خلص مش قادرين يقاتلوا. فاكتشفوا العكس، وكانت اللحظة الحقيقية بحرب تموز هي لحظة 14 آب، يوم اللي انقال شرفوا معكم للساعة 6 ما بيضل ولا واحد هون. هي اللحظة الحقيقية، الناس تحت الدمار وتحت القتل وتحت القصف وتحت الضرب عم بتحط لحم الحي وتقول يلا. ليه؟ لأنه كان المشروع باختصار انت زارع قنابل والغام بتنزل الناس على بيروت بتقول لهم هيدا خط ازرق وهيدا خط تاني اورانج حد الاحمر ولهون ما في رجعة. فالتقطت اللحظة في السياسة من قبل الرئيس نبيه بري وقال إلى الجنوب دور. اليوم في لحظة هي مش لحظة 6 شباط ال84 بالمعنى الحرفي، وهي مش لحظة 14 شباط ال2005 بالمعنى الحرفي، بس هي لحظة فيها من الاثنين. هي لحظة عم يطلع شركاء معنا بالوطن يقولولنا بدنا نعمل مجلس إدارة جديد، وهالقد حصتكم، وبس أقول هالقد حصتكم أنا مش عم بحكي بالمعنى المذهبي وإلا ما كنت هون. هالقد حصتكم كخيار وطني، هالقد حصتكم كقوميين وكبعثيين، وهالقد حصتكم كناصريين، وهالقد حصتكم كمقاومين، والقد حصتكم كحركة أمل، والقد حصتكم كحزب الله. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وصورة الجعجع مع الحريري بذكرى 14 شباط ايه هي ذكرى عزيزة، لكن هذه الصورة هي صورة علينا أن نلتقطها أيضا، فلها ربما معنى
سياسي، مثل ما كان النداء بست شباط ما بدنا نقاتل الجيش وإلى إسقاط 17 أيار ذر، ومثل ما كان النداء ب 14 شباط 2005 لن نذهب إلى الفتنة السنية الشيعية، اليوم إصرار الرئيس نبيه بري تحديدا ومعه الأخوة في حزب الله وفي الأحزاب الوطنية على قانون الانتخاب ما له علاقة بعدد النواب. مش مظبوط إنه الكتلة بتزيد 13 بتصير 14 أو 15، مش مظبوط. القصة ما لها علاقة بعدد النواب، إلى علاقة بتأسيس مجلس الإدارة الجديد الذي يريد أن يدير هذا البلد. صح صح في فائض قوة عسكري عند فريقنا، بس مين قال إنه دايما القوي بالعسكر هو اللي بيربح بالسياسة؟ مين قال؟ مين قال إنه ب 14 شباط 2005 ما كنا أقوى منهم بالعسكر بكتير وحكمونا؟ لا، 2008 باختصار إن كل قوة عسكرية وإن كل سلاح نعم يحتاج إلى فكر، وإن كل فكر يحتاج إلى حركة تترجم هذا الفكر. مش مهم أنا أحمل فكر كبير وأنفش شعراتي هيك وحط عوينات هالسمك وأعب بالعرزال وأكتب قصايد وأفكار، لا، جوجل أشطر منك، ومش مربي شعر ومش حط عوينات، وشو ما سألته بجاوب، حتى عديمة بجاوب. لا، قيمة الفكر إنك تحطه بحركة وإن تكون هذه الحركة قادرة تغير بالمجتمع، وإن تكون قادرة هذه الحركة تكون مثل الموج، مش هيك؟ ساعة اللي بتعوزها بتمد. كتار بيسألوا إنه خي ليش الناس بتتنظم وليش الناس بتتكدر؟ طيب إنه واحد بيعمل كادر بيقعد أوقات 20 سنة ولا مرة بتعوزه، ولا مرة اللحظة بتعوزه. إيه مزبوط، يمكن ما بتعوزه اللحظة، اللحظة التاريخية يمكن محدودة بست شباط مرة صار هيك، بس اللحظة وقت اللي بتجي إذا كنت أنت منك مستعد ما بيوقف الزمن ويقول لك عمهلك روح تدرب وحضر حالك وجهز فكرك وعقلك وتعال تحق. لا، اللحظة بتعبر، إذا كنت جاهز تقطفها وتحول تلك اللحظة إلى تاريخ، إذا ما كنت جاهز بتعبرك بتدهسك بتمشي. وأنا برأيي، هذا رأيي الشخصي ويمكن ما يكون معي حق، كل اللي عم بتشوفوه من حفلات الدربيكة والغزل السياسي والهدوء مصطنع، منه حقيقي، ابدا منه حقيقي. كان رهانهم انه بكره بدها تسقط سوريا وبدهم يفيقوا الصبح ما في بشار الاسد، وابو بكر البغدادي قاعد بالشام وعم بحضر جيش، وهذا الجيش بده يجي يهجم ويجتاح. ما نجح المشروع، واللي كان موعود يرجع من مطار دمشق اضطر يرجع من مطار بيروت. بس هذا ما بيعني انه خلص المشروع، لا، هذا المشروع فيه يحضر باي لحظة وبأي شكل، ولذلك علينا دائما أن نكون مستعدين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة، وهي القوة فيها تكون قوة بالزند وفيها تكون قوة بالقلب، بس دائما بدها تكون قوة بالعقل، لأنه الزند اللي ما عنده عقل
بيكسر حاله بالحيط، والقلب اللي ما عنده عقل بكب حاله بالبحر. أنا مش رح طول عليكم، رح نختصر بالآخر ونفتح الأسئلة والأجوبة. باختصار، إن معركة القانون الانتخابي هي ليست معركة عابرة، بل هي معركة مفصلية يريدون من خلالها أن يؤسسوا هذه الشركة المسمات لبنان بمجلس إدارة جديد يشبه مجلس الإدارة الذي كان في لحظة ما قبل 6 شباط 1984. ونعم، كما قال الرئيس نبيه بري، إن سيوفهم على 60 وقلوبهم عليه. والدليل اليوم إنه هذا المشنوع بعد لبعبدة مرسوم مضي بدعوة الناس تنتخب ب 21 أيار على 60 يا بطيخ. بيقطع؟ أنا بقول لا. منقدر ننتج قانون. وشوف الزمن الغريب العجيب، إنه من عشرات السنين إجا السيد موسى الصدر يقول القانون لبنان دايرة واحدة على أساس النسبية. اليوم يعني أقصى طموح عند، مش رح أقول أبناء حركة أمل، عند أبناء الحزب السوري القومي الاجتماعي، عند أبناء الحزب الشيوعي اللبناني، عند أحزاب التيارات المدنية، لبنان دايرة واحدة على أساس النسبية. يعني هذا العقل البشري اللبناني السياسي بعد ما قدر اخترع شيء أفضل من اللي كنا عم نحكي عنه من عشرات السنين. نعم، يخطئ فريقنا السياسي إذا ما ذهب إلى الانتخابات على أساس 60، ونعم يخطئ فريقنا السياسي إذا ما سلم بالأمر الواقع بقانون ظاهر نسبي لكن مضمونه 60 مع شوية بوتوكس، وسميناه قبل مرة 60 نادر صعب. ونعم، إن الحل الجوهري الحقيقي هو لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية. بيجي ابن صور بيصوت لابن، بيصوت لابن وادي خالد، وبيجي ابن طرابلس بيصوت لابن النبطية. يمكن نخسر مقاعد، يمكن، بس بنربح بلد. وبيبطل النائب شغلته يعمل معاملات وياكل معمول ولحم بعجين ويعزي. وفي نكتة بدون ما نسميه للنائب صاحبنا، هو اللي معوضين بالضيعة بس يشوفوه، يعني عواب سلامتكم في أجر. صار حادث مع شاب من ضيعته، سائب هو كان بالجامعة الأمريكية، قالوا له في حادث مع ابن فلان، قال له لا طلع عليه، ما بقى شيء، حادث صغير. وصلت أمه للصبي وقعت بالأرض غبع قلبها، قال يا دلي راح الصبي مات، لأنه شافت النائب قالت لك لحم بعجين خلص انتهى. نحن مش عم نقتل حالنا لنزيد نواب اللحم بعجين، نحن عم نقتل حالنا لنقول مش رح نقبل يلي ما عملتوه ب5 شباط 84 تعملوه اليوم بنيو لوك الانتخابات والثورات الملونة. بتتذكروها وجربناها بقرنبيط الأرز على وقع دم اغتيال الرئيس الحريري. بيغتالوا الرئيس الحريري بيعملوا لك ثورة، بيحطوا لك أعلام ونادى منادي، يلا هي ذاتها بأوكرانيا صارت قبل منا بسنتين، كبوا عليه ليوتشنكو دواء ليقتلوا ما قتل، وركبوا ثورة برتقالية، وهي ذاتها اليوم عم تتركب بأمريكا اللاتينية بالأرجنتين وبالبرازيل وبفنزويلا لحد أمريكا. طيب بولي طلعوا جماعتنا ما بيأكلوا قرنبيط، ما زبطت هيدي الغنية والعلم والهمروجة، اخترعونا شيء تاني، الصاروخ والمدفع بال2006 كمان ما زبط، طلعوا هول الجماعة غيب يحملوا خبيط. هلأ عم بيخترعونا شيء تالت اسمه قانون الانتخابات والصناديق. طب انت كيف تخلص منه لهول الناس؟ ماشي بتقول له هيدا قانون انتخاب، انت يا خي بتاخد كل الشيعة، حزب الله وحركة ما شو بدها 26 نائب شيعي خدهم كلهم، بس على العداد الكبير بيكون حطك بالزاوية،
تكون حطك بالزاوية وبيجي عم بشكل الحكومة بيقول لك انت بيطلع لك هيدا بس، وبنرجع على الشركة اللي انت فيها بتوقف حاجب. نعم، السلام على الإمام السيد موسى الصدر، هذا الإمام العظيم الذي اخترق قلبي قبل عقلي، فجعلني في كل مرة أأتي بها إلى سور أتذكر نفسي طفلا يحلق في تلك العينتين الجميلتين. السلام على الرئيس النبيه نبيه بري، هذا العاقل في هذه العصفورية، وهذا الرجل الحكيم الذي يتعرض اليوم لحمل ممنهج ومدروس لضرب صورته، لا لشخصه بل لحركته. ونعم، السلام على ذاك النبي الذي يكاد يكون الوحيد في هذا العالم الإسلامي الذي يسطر بيانا بقلمه وعلى حياته وفي عز صحته فيقول إن وريثي ليس ابنا ذكرا أو أنثى أو قريب أو بعيد، بل إن وريثي هم أبناء حركة أمل. السلام على الرئيس النبيه الذي لم يورث في الدي ان اي بل اراد ان يورث في الدم الاخضر. وللصدفه قبل المشكل مع قناه الجديد سجلنا حلقه بسموها بايلوت، يعني هيدي تحت الهواء لترجع بعدين تطلع على الهواء، لقناه الجديد ببرنامج جديد، وكان اول سؤال والهيئه مش صدفه انه مين وريث الرئيس نبيه بري، وجواب قلت ان وريث الرئيس نبيه بري يحمل دما اخضر. السلام عليكم انتم الحاملين للدماء الخضراء الزكيه دماء حركه امل.